اوكي، بس كويكلي قبل ما انسى، انا قبل شوي نزلت فيديو وحكيت فيه انه كان يطلع لي out of memory ايشو في الماتلاب. اوكي، يا رب يكون صوتي واضح. كان يطلع لي out of memory، وكنت افرجيكم انه التاسك مانجر عندي ببين انه الميموري استهلاكها كتير عالي للماتلاب. اوكي، وعندي very high وبتوصل لفوق 90، بتوصل 99 حتى. وقلت لكم انه the best way انه تعملوا allocation للرام للماتلاب، انه تعلوا الالوكيشن، او انكم يعني انا حكيت هذا السبب، او انه تعملوا delete للفايلات اللي موجودة عندكم باللابتوب. هسا مبدئيا انا كلمت دكتور وحكيت له انه ما كان يشتغل حتى بعد ما مسحت فايلات كبيرة من لابتوبي، وحتى بعد ما سويت رام allocation. اول شيء حكالي انه you don't need to allocate your RAM, it will automatically use 100% of your RAM. That's first of all. Second of all, حكالي انه deleting stuff from your laptop doesn't really improve the performance. انه انت your hardware ما في اشي. قال لي الميني باتش سايز. اوكي، هاي كانت 512، انا غيرتها ل 128 for memory issue. طيب، فلما سويت هذا الشيء اشتغل، شوفوا اشتغل حتى مع انه it's using high memory and it's الماتلاب يعني it's still using high memory زي اول، but it's not crashing. من اول كان يعمل crash اللابتوب، it used to crash ويطلع لي error out of memory. ف the solution for the machine learning for this deep learning specifically انه تغيروا الميني باتش سايز، هاي اللي نفعت معي. في كمان الاكسكيوشن انفايرمنت، انا حاطه سي بي يو لانه انا ما عندي جي بي يو، لما احط جي بي يو بيطلع لي ايرور. ففي يعني هاردوير ستاف هون ممكن تغيروها، الايتريشن وما ادري ايش، هاي يمكن يعني يمكن تاثر. لكن اللي حكى لي عنها الدكتور هي الميني باتش سايز، وغيرتها لما صغرتها صار it's operating fine and الحمد لله it successfully completed the first try. This is my second try. تمام، بس حبيت أفيدكم وأصحح حالي، لأني أنا بالأول كنت أفكر إني لازم أمسح large files، وقرأت على الإنترنت إنه لو عندي large files ممكن يأثر على ال SSD ويخليه بطيء. وكمان حكيت إنه إنه تعملوا allocation للرام. طبعا الallocation أنا كيف سويتها؟ أظن رحت على الرن ولا لا، الكوماند برومت، لا رحت عند الكوماند وحطيت كود، أظن كان اسمه بي سي دي whatever. المهم إنه you do not need to allocate your RAM، وانتهى بس.